حياكم الله ويانا مرة ثانية في ليالي الكويت ومكملين نرحب في فريق كيف لاق اخونا فؤاد غبازر، ديمان الجندل، خالد كنعان ومحمد ذياب. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. بالنور ومشكورين على استضافتكم لنا. الله يسلمك. طيب فؤاد، من عارف كيف لاق؟ منو كيف لاق؟ كيف لاق كويت فلاق. حلو. من زين، مجموعة متطوعين اجتهدوا في رفع علم الكويت طريقة مميزة مختلفة من المعتاد. شلون؟ أنا قاعد أعطيك أسئلة كذي، قاعد أعطيك تلفزيون إذا قاعد أسأل كذي. شلون؟ هي أساس نرفع العلم لازم يكون يدش في مرحلة مغامرة. حلو. المغامرة هي من الأعضاء يكتشفون مهاراتهم لشيء جديد يغير نمط حياتهم. تمام. ومن خلال هذا يكون عندهم هدف، الهدف هو الوصول للعلم. كيفية فرد العلم هذا موضوع ثاني. بس هو الأساس ينجح في المغامرة هو هدفه بعينه هو العلم. فهدف واحد، فريق من جميع الفئات العمرية اجتمعوا ان يرفعون علم الكويت في طريقة مميزة. شلون؟ طبعا شلون اختيار الاماكن هذه؟ ان احنا شفنا الاماكن تضاريس، ما تضاريس يعني مثل ما اقول جبال. اوكي. الرحلة الاولى كانت كهوف، نيبال. بعدها ايه؟ جبل شمس. ايه؟ وهالسنة كهف. زين، كلمونا عن المغامرة كلها. ترى الحين قاعد بهرتوني اكثر من مكان، سمعت نيبال، سمعت جبل شمس، سمعت اماكن وايدة. اي شلون؟ قصتها أي مغامر في الجبال لما ينجح في وصول الهدف ماله، حلو، يرمز لشيء غالي على نفسه وهو علم ديرته. هذا اللي هو الصعود الجبال. فب 2015 لما رحت شفت هذا وأنا رفعت علم ديرتي الحمد لله، بس كان في شيء ناقص. شيء ناقص انه قلت انا بروحي ما ينفع. حلو. زين، فلما رديت في شباب اجتمعوا وياي قالوا فؤاد خل نروح وياك. سويناها بعيد الوطني ب 2016. صار في اندفاع شباب زياده، فقلنا هالمره راح نسويها بطريقه ان اكبر علم على جبال هملايا اللي ب 2019. واختي مان جنرال كانت من الاعضاء ويانا. صارت. وصارت. صعدت الهملايا. اي نعم. لا. كنا احنا واصلين لقمه قمه أما دابلم. اوكي. اي فالهملايا هي سلسله جبال. موقعنا في 2019 أما دابلم. انا منقسمه بالفريق اللي هو يكون موجود في المعسكر. باقي الاعضاء يمكن اخونا يوسف الشطة الله يذكره بالخير هو مع المتعهد صعدوا للقمه و نزلوا العلم، من حطوا العلم هناك، ردوا العلم. يعني الفكره ان احط علم الكويت في اكثر الاماكن، اكثر نقاط في العالم. نعم. تكون مميزه. الفكره يمكن حتى يوم تناقشنا فيها العلم هذا لازم يكون بالقمه. حلو. وفي مكان يكون صعب التعامل معه، ولكن بطريقه ما نحاول نوصل صوره لكل العالم ان في ناس يقدرون يوصلون لهدف معين وهو رفع العلم الكويتي، يعني خاصه علم الكويت، لان فيها منافسه عالميه. تدري يمكن لما تبي تحطم رقم ولا تسوي اي شيء لازم تكون مميز. سالفه الرقم. زين، الرقم انت اساسا يعني في ناس غيرهم قاعد يسوون نفس الشيء بالعالم. اي اكيد. على هالعلم النبي إيه هذا وين كانوا وشنو موضوع هذا اللي هو اعلى قمه في الخليج هو جبل شمس. سلطنة. وين مكانه؟ سلطنه عمان. سلطنه عمان. حلو. رد على كلامك، انت اساسا طبعا الانجاز انجاز شباب الكويت انجزوا شيء حق ديرتهم. حطوا شيء مكان ان كان قمه، فهذا مثل ما نقول تتويج العمل. نعم. عالميا شلون تركز عليه؟ موسوعه جينيس. فاساس تدش بالخريطه العالم
انت الحين انجزت كويتي خليجي محلي نقول اقليمي يعني اقليمي أي. اساس دولي لازم تربطه بالجنس. فاي عمل كيف لاق يعمل اساس يحط يوضع يعزز مثل ما الاعمال التطوعيه الفرق اللي قاعد تسوون. فانت اساس تسوي دولي لازم تدش في جانب موسوعه جنس. فاساس كذي لما كسرت الرقم نعم جبت الرقم مو بس جبنا رقم تم تصنيف وضع تصنيف جديد باسم الكويت ما كان بالسابق كان موجود. زين توكم راضين من مغامره صح؟ ايه ايش سويتوا فيها؟ ومعاكم بنيه نبي تجربه البنيه نبي اللي ساكت ايش حق المغامره بس اللي ساكت انا ما اعطيهم فرصه ايوه ابيك انت تدردش الحين الحين بشتغل لاخر دقيقه يلا روح حط المغامره. طبعا كانت هذه المغامره يعني استثنائيه انا اعتبرها يمكن تختلف عن السفرتين اللي طافوا او المهمتين اللي طافوا بحكم انها تحتاج الى امور فنيه وتدريب فني علشان يتم تاديتها. تم اختيار طبعا الكهف وخذينا بريف الكويت عن وضع الكهف والامور هذه. لما وصلنا اكتشفنا انه لازم نتدرب يوم كامل على عمليه استخدام الحبال للنزول والصعود. لان علشان تدخل كهف تحتاج ان تنزل مسافه تقريبا 50 متر معلق بالهواء احنا نتكلم بالتسلق زي كل كيف هذا يطبون فيه باراشوت لا لا مو هو بغيت اسوي هذا بس الجنطه ما فيها باراشوت فيها اكل وسناك فطبعا انا كنت مسؤول عن فريق التكتيكال تيم او الفريق الفني المسؤول عن دخول كيف فرد العلم داخل في حين ان اخوي محمد كان مسؤول عن فريق سحب العلم ورفعه من الخارج فكنا فريقين وطبعا كل فريق ما يقل اهميه عن الفريق الثاني. التنسيق موجود الامر كان فيه خطوره عاليه في صعوبه ما هو سهل انت تتكلم عن تدريب مكثف مده 8 أو 9 ساعات علشان تقدر اليوم اللي بعده تنزل داخل الكهف. فلله الحمد يعني قدرنا نكسر حاجز على قولتهم يمكن بالنسبة لي أنا بحكم وظيفتي ما في حاجز الخوف معدوم نهائيا بس المجموعة سأل أبو عمر لا مع أن في إضافة مع أن يمكن صح تدربنا هو تدريب الكل لازم يجتاز الاختبار ماكو اختبار سيفتي اختبار كل شيء شلون تعلق بالحبل وشلون تنزل ويسوي لك اختبار ويقول لك يلا يبا كيفك الحين بروحك دبر نفسك أنت قرر وشوف قدراتك إيه نعم زين ابرز النقاط الحين تكلمت على عمان ابرز النقاط اللي بالعالم سمعت انا نيبال اللي قلتي جبال هملايا وعمان وبعد وين؟ اماكن ثانيه؟ طبعا هي يعني اختيارنا الاماكن كانه قاعد نسلط الضوء على مكان سياحي يعني ترى الفائده مو بس لنا الفائده يعود حتى للدوله اللي احنا رايحين من كذي يعني الأمانة الاشقاء بسلطنه عمان يعني احنا نتكلم على العمان حبيبين تعاونين بكل شيء يقولون الدولة مفتوحة لكم وين ما تبون لأن أنتم هم قاعد تسلطون الضوء على أماكن سياحية إحنا أهل عمان يمكن مو عارفينها فرحتهم زادت تزيد على فرحتنا يعني لما فردنا العلم وشافوا يعني شلون إحنا كلنا فرحانين بعد ما خلصنا نلف نشوفهم يبكون تدمع عيونهم من الفرحة زين إيمان أنا بسألك سؤال الحين هل مقامرة فيها صعوبات كثيره اكيد صح وفيها يعني بلاوي واجهتك صح الشباب ان شاء الله فيهم الخير والبركه انت كبنت شنو الصعوبات اللي واجهتك او الفريق بشكل عام انا يمكن اول ما وصلت المكان طبعا هي صحراء وصلنا المكان كله صخر انت رتب مكانك ورتب خيمتك اول ما وصلت قمت ادور على نفسي كان اطالع ابو غانم كان اقول له وين الخيام يلا خلنا نصب الخيمة نصبت الخيمة شلنا الصخر قعدنا يلا الحين نحط كل شيء زي أوكي أمشي صحراء والشمس حارة يعني حتى ماكو مكان يعني تقعد فيه يعني. ما في ظل والشمس كانت فعلا حارة طبعا هذه بالنسبة حق البيئة والجو الحين لما أجي على موضوع اللي قال عن أخوي خالد التسلق على الحبال وكذي يمكن أنا خضعت حق برنامج تدريبي معاهم هني وين تتخذ القرار الصحيح وتفكر كفريق أول مرة جربت كان أقول
أبي أسويها يعني أقدر أسويها وأرفع رأسي أطالع الحبل ما لا نهاية فوق. المهم كان قلت حق المدرب وقلت حق المدرب خل أرتاح شوي والشمس كانت تحرق. الموضوع كان محتاج بالانس اللي هو توازن وتركيز. قعدت على الصخرة ارتحت بعدها كان أقول حق المدرب أنا بحاول مرة ثانية. حاولت مرة ثانية لقيت ها كنا شوي مرتاحة أكثر. خلصت التدريب صعدت فوق المعسكر قلت حق بوغانم عشان الفريق أنا راح أكون معاك بالفريق اللي يسحب الحبل لي فوق. هو الهدف مو أنك تجازف، الهدف أنك تفكر كفريق وما تعطلهم. إحنا مو في سباق، إحنا كلنا فريق واحد. حلو. هدفنا ننجز إنجاز المهمة. هو طال عمرك لا إحنا كنا إحنا من الأساس من الكويت قعدنا كبريف وقعدنا كاجتماعات بيننا وبين بعض قبل أن نسافر. هو الدور كل واحد له دوره. صح. والعلم ولا المهمة تحتاج فريقين، فريق في القمة وفريق تحت. وفعلا الكل أدى واجبه بالطريقة الصحيحة، يعني كنا كتيم واحد الفوق يساعد اللي تحت واللي تحت يساعد. فهذه كانت سبحان الله اللي هي ميزة الفريق وهذا الشيء اللي عطى دافع. ولكن احنا نرد التدريب الكل خضع له، الكل دشه والكل يعني يتعدى، لازم يصير باس اذروايز يقعد برا. زين حتى اللي قاعد فوق لو تلاحظ يعني يمكن التدريب الغصب منه لا سمح الله صار حدث الكل قادر انه يعين ربعه تحت. حلو. فهذا السؤال يمكن سؤال قبل الاخير والاخير، كم عددكم؟ 16 فئات عمريه من 14 20ات 30ات 40ات 50 60. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نقدر نقول ان فريقكم ما شاء الله شامل، يعني اي احد يقدر. شلون يقدر الواحد مثلا واحد عنده فكره لقى معلم بحد دول العالم قال لك انا بفرض العلم عليه؟ اوكي هذا يصير في جانب، الجانب الاول لازم نسوي له مسح نشوف شنو الامكانيه، ندرس الامور البيئيه المخاطرها. طبعا هذا ما نسويه الا عن طريق متعهد معترف فيه يعني من خلال والدولة نفسها. الدولة إيه لا شك، لأن أنت كمن برا جاي حالة الجو تفرق وياكم بين؟ ما أسمع. حالة الجو تأثر؟ أكيد طبيعي. أنت أكيد. مثلا نيبال نيبال قاعد تكلم ناقص 10 ناقص 15 لما تي أنا مثلا عمان لما رحت أول مس سويته كان تقريبا 5 درجات مثل ما قالت الأسبوع اللي فات كان تقريبا كم 30 وأنت الحرارة 18 يعني اليوم ببالطو. لا أخوي خالد حتى حالة الجو في اليوم اللي مثلا بنفرد فيه العلم تأثر، لأن العلم خام العلم من حرير فممكن تأثر بالجو إذا رطوبة زايدة وسوالف. والله كيف لاق عقدتوني لازم جديدة. هو لازم شيء غريب. نعم. نبيكم تفكرون تطلع من القوقعة من البوكس اوت اوف ذا بوكس على قولتهم. اي تطلع اوت اوف ذا بوكس اوت اوف ذا وولد، طلعت شيء جديد. الحمد لله. والله كل الشكر وشيء لكم، الوقت صادنا لان ما شاء الله سوالف قاعد تاخذ. موفقين كيف لاق اجمعين ونبي اخباركم اول باول ان شاء الله. زين يا جماعه هني التواصل دائم نبي، نبي نعرف مره نروح لاي وين راح تكون؟ احنا في عندنا طالعني عندك الموضوع انت تفكر بنزلنا بحر انا ادري في الكويت، بحر يا بر يا فضاء السعوديه المملكه العربيه السعوديه. نعم. زين وهم عمان عندنا. نعم. ثلاث اماكن ان شاء الله. قبل اسبوعين كنتوا هني. اي نعم. وقال الربع قاعد يقولوا لي يقول قبل اسبوعين وقلتوا بتروحون عمان. نعم. خلصتوا الحين معانا، الحين الرحله الجايه نبي نعرف ان شاء الله تخلصون تردون مره ثانيه تقولون نتشرف ان شاء الله. المره الجايه راح نكون ان شاء الله تكونون ويانا باذن الله. نشوف عاد من الربع بيروح تاخذون فوز ياخذون انا ما كنت اشد نصعد ولا نزكي تاخذون فوز. جربنا تحت الارض الله يسلم المره الجايه انا والحبيب ما فينا شد خذوا كابتن فوزي وطلعوا احنا قلنا ستينات احنا انتم شباب خذ كابتن فوزي اطلع في ايدينا سبعينات كابتن فوزي تفيدوا منه عساكم على القوه ان شاء الله موفقين واي شيء يخدم علم الكويت اكيد شك لازم نجدمه بكل شيء. اكيد عمر يعطيك العافيه كواك الله يا ابو شكر وايد شكر لك ومشاهدينا ان شاء الله استفدتوا بالحلقه واستانستوا ويانا وعسى افراح الكويت دائما مو بس بفبراير ان شاء الله فبراير وغير فبراير ان شاء الله نلقاكم على خير من ليالي الكويت فما الله.